السلام عليكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. زعيم افريقيا في كل مكان، حقا نعمه ان تكون اهلاوي، وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بك فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي. في اوقات بتشهد وجود مدرب جديد للنادي الاهلي ومرحله جديده موفقه باذن الله. ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي كانت متشوقه يعني تسمع اسم المدير الفني، وكان في كتمان شديد، ولكن النادي الاهلي صانع الحدث. بالامس اعلن تقريبا الساعه 6 عن كولر المدير الفني للنادي الاهلي، بنتمنى ليه التوفيق. وصل النهارده، وكان طبعا في تغطيه مع زميلنا امير قبلنا، وكان واصل مع المدير الفني في التتش وغرف الملابس، وواضح ان هو شخصيه كوميديه. اكيد هنتكلم عن كولر بشكل كبير، عنده ثقه وودود، اكيد هنتكلم عنه بشكل كبير. ولكن لما نطلع الاول نشوف مراسلنا محمد توفيق من النادي الاهلي ينقل لنا اخر التطورات هناك، لو محمد موجود معنا. مساء الخير، تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل معكم من هنا من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. مساء الخير عليكم وتحياتي لكم كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما اتكلمتوا، وصول المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مارسيل كولر، يمكن النهارده زي ما انتم شفتوا في اللقطات اللي ذاعت عندنا حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي، استقبال اكثر من رائع للمدير الفني. كان راجل متفائل جدا بالاجواء اللي شافها داخل النادي الاهلي هنا، كان حريص زي ما شفتوا في اللقطات انه يعين كل حاجه هنا داخل ملعب مختار التتش، ابتداء من غرف الملابس، العياده، صاله الجيم او الالعاب الرياضيه، كل حاجه في النادي هنا كان حريص انه يشوفها ويتعرف عليها، وكمان على اعضاء الجهاز الاداري اللي كانوا موجودين بالفعل في استقباله داخل مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. كمان عين ارضيه ملعب مختار التتش وكل حاجه في الملعب. كمان كان في حوارات مطوله جدا مع المهندس المسؤول عن ارضيه ملعب مختار التتش، كان حريص انه يعرف كل حاجه عن الملعب. كمان اصر على اضاءه كشافات ملعب مختار التتش بالكامل، وعشان يشوف الاضاءه ومدى جودتها داخل الملعب هنا. كمان كان في يعني حوار مطول مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، او يعني امين الصندوق في مجلس اداره النادي الاهلي، اتكلم معاه عن صور شهداء النادي الاهلي الموجوده في مدرجات مختار التتش اللي بتتدين بيها ومدرجات مختار التتش. يمكن الى هذه اللحظه زملائي الاعزاء موجود المدير الفني والجهاز الفني المعاون مستر مارسيل كولر موجود داخل النادي الاهلي. يمكن اول وجبه بقى يعني زي ما بنقول اول وجبه طعام يتناولها هنا في مصر بيتناولها هنا داخل برضو غرف ملابس النادي الاهلي هنا في ملعب مختار التتش. الى هذه اللحظه طبعا كان في جلسه مصوره للحسابات الرسميه للنادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن الراجل كان حريص انه يصور في كل حته داخل الملعب مختار التتش وكمان مدرجات الملعب. زي ما قلنا يعني كان حريص كل الحرص انه يعرف كل حاجه، يتعرف على كل الامكانيات الموجوده داخل الملعب. كمان ان شاء الله بكره هيبقى في جلسه مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ومن بعدها ان شاء الله اجتماع باللاعبين للتعرف عليها، وزي ما بنقول يعرف اللاعبين على سياسته وازاي الدنيا بتمشي معاه في شغله سواء في التدريب او المباريات. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق للجهاز الفني الجديد، وباذن الله يكون موسم مليء بالانتصارات والبطولات النادي الاهلي، ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. اتفضل. ان شاء الله يا محمد بنشكرك يعني شكرا جزيلا، وبنتمنى التوفيق للمدير الفني. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه دي كانت لحظات وجوده في ملعب التتش وداخل غرف الملابس. بنشكرك يا محمد، يعني تغطيه يعني استمتعنا بيها، وشكرا جدا ليك.